الحاجات دي هتكفيهم؟ كفيهم انا حاسه ان انا قللت شويه في الكميات. لا انت عامله واجب والله العظيم بجد. اه والله. يلا يلا بينا. بصوا بقى انا ايه يعني ما ردتش يعني ايه عامله لكم حاجات كده جمبري جمبري بسيطه ده بسيط. كله بسيطه حاجات بسيطه كده ايه عشا خفيف لا لا لا. يعني احنا ما رضيناش لا 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 يا جماعه انا بقى ايه مش عايزاكم تتكسفوا بيت الكرم الله يخليكم انتوا ايه اصلكم شرقاوي زيي ولا ايه ايوه طبعا شرقاوي ولا ايه شرقوه زيي ولا ايه؟ اتفضل يا اسطى. بصي من غير ما اتفضل انت بنتي الحلوه. زق الترابيزه معايا يا مديحه. اه ويلكم. دي طحينه اللي عندك دي؟ ويلكم. يا سلام. طرفي تقشري لي حبه طحينه. شباب هيتفرجوا علينا كده اتفضلوا معانا. لا طبعا. مش عايز من ده الكريسبي؟ كريسبي ده تجربه. الله يجبتيلي يا شماعه. طب انت قول لي ايه كده اكتر اكل انت بتحبه؟ اللي انتوا عاملينه ده. بجد؟ اه. وفي اجمل من السي فود؟ بحب السي فود. مع ان الدكتور منعوا عليا في حاجات كده وبالذات ده انما خليها على الله المهم الواحد ياكل اللي في نفسه صح؟ طب قولوا لي كده في بدايه الجواز مثلا دي عملت لك اكله ما عجبتكش؟ فشر بدايه الجواز لحد النهارده ولا ايه؟ هو كان لسه هيقول فشر ما فيش حاجه عجبتني عشان كده احنا جوزنا هي بص عشان الطبيخ عنده شكر يا رب الطبيخ ده نفس زي ما بيقولوا لا هو اول ما اتجوزنا جاب لي جمبري وقال لي اعمليه بقى هتعرفي تعمليه قلت له اه اوصف لي وانا اعمله قال لي بس ما تحطيش عليه ميه فما غسلتوش سمعت الكلام انت سمعت الكلام وحطيته في الحله وقال لي كل شويه اعملي كده اشيل البتاع واعمله كده لغايه ما استوى وبعدين جه قال لي ايه الريحه دي قلت له الجمبري طبقتي من غير ما تغسليه يا ليلى ده جلد ارانب ده ولا جلد ارانب ورميها البتاع كله نسيت اليوم ده طب مدام دلال ما طبختيش ولا مره حاجه لا بطبخ والله ده بكاشين نصابين بتطبخ يعني ايه عشان تطبخ يعني ايه نصاب لا لا مرش فيهم مامتها الله يرحمها كانت تعمل حاجات حلوه قوي لا بس انا لما بنوي اكلي حلو اه يعني تبع المود بقى في نفس نفس في الاكل بذمتك ده المهم كلت كريم كراميل زي اللي انا بعمله لا بيعمل كريم كراميل لا بجد؟ اه والمصحف ما اعرف ازاي انما بتطلع كده بركه تطلع بالحظ كده تاخدي معلقه الكريم تلاقي الكراميل صحصحت معاك اوه فظيعه وانت تقدر كراميل تقف قدامك يا سموره ربنا ما لازم يا اختي ربنا يفتحها في وشك حبيبي بتعمل ايه يا مادي؟ بتعمل ايه؟ ايه ده؟ سوري يا ولاد ايه ده؟ مش لا لا مش عايزه لا الفسفور إيه غلط عليا ايه ده؟ ارمي لكم؟ طب رميت من البتاعه دي؟ لا 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 الفسفور غلط عليا لا كلها انت طب امال ده اللي في ايدك ده ايه؟ لا اصل الدكتور قال لي خفف الفسفور عشان انا بقيت ازود عليه الموضوع شويه طب انا هقول لك حاجه اول ما تشبع حكايه الفسفور اللي في الجمبري ايه؟ ياما ناس كلوا جمبري زي ما هم ما حدش نور مفيش حاجه نورت طب انت بتصدق فعلا في موضوع الفسفور اللي في السي فود ده؟ لا صح انا اجيب لك بطاطس صيا ايه بحب البطاطس اللي هي البطاطس اللي مع السمك في الصينيه لا ما حبيتش ده برنامج دوق دي ايه يا مادي دي كل وشك ايه دي برنامج كل وشك طب قولوا لنا انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي مش في صنف حلويات صح اسمه كل وشك صح اجي بقى انا اكلتها دي بطارخ بجد؟ طب يلا قولوا لنا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ ده ايه؟ لا في بقك الله 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 الف هنا عايزين نعرف اتعرفتوا على بعض ازاي؟ يا لهوي لا يا سمير لا سمير ما تبوظليش هدومي والنبي شكرا يا سمير اتطهرك بلاش لا 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 بس عشان مش احنا بنشتغل طب قولوا لنا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ زي الناس انا سمير غانم هو اللي عمل لي تيست تيست في المسرح كان جورج سيدهم ربنا يمسيه بالخير كان كنت انا جديده خالص ومعاه في المسلسل وهم كانوا بيعملوا مسرحيه اهلا يا دكتور ولسه ما جابوش البطله فجورج سيدهم قال لي تعالي اوريكي سمير غانم والله يرحمه الاستاذ حسن عبد السلام المخرج فقال قبل لي بس قبل دي عارفه مين اللي كانت هتيجي تعمل الدور اثار الحكيم سبحان الله وجا شافها الاستاذ حسن عبد السلام الله يرحمه كل حاجه
جت اثار الحكيم بكلم الاستاذ المنتج كان سمير مكتشفها اكتشف اثار هي جميلة في الكوفي شوب كده لذيذة وجاية أجنبية كده المهم إيه ففي المنتج بقى رياض العريان الله يرحمه كنت قاعد عنده قال لي يا أخي مفيش وجوه جديدة قلت له والله أنا جت بنوتة عشان المسرحية الجديدة زي القمر قال لي هتالي وكانت غلطتي بقى رحت موديها له ما طلعتش لا كان ايامها المسلسلات اللي بنصورها في اليونان ودبي وكده فخدها بقى مسلسل فرجعنا بقى كان ايه من نصيب الانسة وهي جاية كده حتة فجورج بقى قدمني وقال لي جملة انا ما انساهاش ان الفن ملوش واسطة يعني مش فلان ده بس قدم لو انت موهوب هتعرف وعندك استعداد حقيقي وبتحب الشغلانة هتنجح صح انما يعني ممكن واحد يجيب وصاية الدنيا كلها ويروح لاكبر مخرج واكبر منتج لكن هو ما عندوش الموهبة دي ما يمشيش أبدا صح. صح هي بس بتبقى خطوات بتساعد صح فهو قال لي لو انت كويسة هم هياخدوكي أنا مش هقرب لك يعني ماليش دعوة فطلعت بقى على المسرح وعمل لي تيست أستاذ حسن عبد السلام المخرج اداني جملة كبيرة كده من الدور اللي أنا هعمله وقال لي قوليه بدلع قوليه بقوة قوليه بأجريسيف قوليه مش عارفة إيه كده شريرة مش عارفة إيه كده يعني استلمها بقى الأستاذ حسن أنا بقى لقيت بنت موزة حلوة جاية أيوة تمثل ما تمثلش مش مهم نيته كانت إيه فربنا مش مهم حضرتك أعجبت بيها من الأول قلت مش مهم بقى تمثل تلعب بتاع خلاص ما دام موجودة معانا خلاص هم مرنوها بقى أستاذ حسن وجورج وحاجة كده لا حقيقي بس اكتشفت فيها حاجة بقى إنها أولا ممثلة صادقة جدا على المسرح وما تضحكش شوف انت عارف انا بضحك ازاي يعني انا ما انساش مشهد في فارس بني خيبان وانا واقف كده بتغزل فيها قلت لي يعني الكلام ده انت ما قلتله ليش ليه قبل ما نتجوز قلت لو كنت قلت لك ده ما كنتش اتجوزتك ايوه يعني انت من نوع الكتوم كده من تحب كده على جوه على طول طب يعني ما بيقولكيش كلام بطارخ ايوه ايوه انت مش معانا انت عارفه خلاص بقى اللي راح التاريخ الماضي مضمون انما ده اللي مش مضمون الماضي مضمون كلي والله لما تاكلي ايه ما دام في استلطاف خلاص غير البطارخ مش محتاجين دول عصافير دول لسه عصافير اجيب لك بطارخ يا مادي لا ما انا اكلت منها اديتني لا والله حلوه لا بطارخ حلوه جدا طب قول لنا يعني هو بجد استاذ سمير ما بيقولكيش بقى كلام حب وكده ما كانش بيقول لك لا 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 هو اللي عايش لا كان في الاول مثلا بيقعد يدلعني بقى قبل ما نتجوز بصي الراجل يجي بتاع الفل فل بيه فل بيه ياخد بقى ويبقى اربع سنين اربع سنين فل الجواز قبل المسرح اربع سنين المسرحيه شغاله كنا فيها زي المخطوبين يعني اول ما اتجوزنا بقى الراجل بتاع الفل قال له امشي يا ابني اتجوزنا خلاص راحت هي بقى ركزت همها تمشي كل اللي حواليا تعرف ان انا بس دي تروح من ورايا فقعه زومبا مطيراها يعني مدام دلال كان عينه زايغه فاضي تلاقي نفسي وحدي عينه زايغه على طول لا على طول طبعا نيرك قفشتيه يعني قفشتيه استاذ فؤاد مهندس الله يرحمه كنت بشتغل شيرلوك هولمز ازاي طيب فؤاد مهندس قال لك ايه قال لي دلال انت عربيتك الجديده عامله كام الف؟ قلت له 12000 يا استاذ قال لي منهم 11000 بتلف ورا سمك والله انت انزل من البيت مرعوب الشارع اشوفها واقفه فين والعربيه صغيره وهي مضمه الدركسيون قوي هو كان يبقى بره اقوم انا اروح جايه ومغطيه بعلمكم اهو يا بنات ايوه اروح جايبه عربيتي وراكنه تحت البيت ومغطيه العربيه أيوة. عشان ايه يجي بقى براحته بقى جايب معاه واحده صاحبته حد جايين وانا منتظر فيبقى مطمن وهو طالع هو بره طبعا يلاقيني انا اوريدي جوه الشقه جوه منفضت الجهات كلها طب كنت بتعملي ايه بقى لو لقيتي فعلا داخل معاه واحده صاحبته لا ما شفتوش ما حصلش الحمد لله
كانت تبص بصه للي معايا تاجر على طول اللي معايا. لا ده مره جه بقى مادي ده اقول لهم على الفضايح. قولي قولي اللي راح راح اللي راح راح برضه خلاص. داخله البيت ونزلت كنت رايحه اجيب التموين، داخله البيت الاقي الباشا بقى ايه صوت بقى ضحك بقى وكركعه بقى، وفي الاخر الاقيه جايب واحده ملبسها يا بني يقول لي اصل انا مودي في الحاجات الصغننه، طب اتجوزني ليه؟ ده بيرسم على انك انت تعملي له يابانيه يوم يابانيه ايه؟ ده جايب واحده قد كده، واحده قد كده وشايله على كتفه. طب انت اتجوزتني ليه لما ده انت بتقولي عليه ده اللي شايل على كتفي؟ ايوه ايه اللي شايل على كتفي ده؟ طب قولوا لي ايه اكبر مشكله حصلت في حياتكم الزوجيه؟ لا الحمد لله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. هقول لك ايه يا حبايبي، انا مخي كبير وانا اكبر منها بكتير يعني، وقلت لها بساعة الجواز قلت لها انا اكبر منك ب 20 سنه فخلي بالك يعني ايه ما تضايقنيش بقى وما تعكنيش عليا اللي هي هايله في الحته دي يا مجرم ايوه بخف الدم ايوه انا باخد مننا فوائد. فالراجل اللي يفهم يعامل مراته وياخدها قالوا له قال لهم اللي عايز تخلص منها اتجوزها. انا حبيت اخلص من دلال اصل ليه ايوه لو متجوزيها بقى تضمني مفيش مطارده بقى مفيش روح انا عامل زي معاها كده مكبر دماغي ومطنش مطنش مين انا كنت معبرك اصلا ده انت حفيت ورايا مطنش مين حفي انا بتكلم بعد الجواز مش قبل الجواز ناقصي ما تتلمي حرام عليك يا حرام تتلمي مش قدام الناس عيب هقول لك حاجه بقى تضحك عليها تستغرب لها لما الست بقى تحط راجل في دماغها وتقول هو ده كان يجيني مسلسل بره مصر تفضل تدوحر لما تطلع هي يا اما في نفس المسلسل يا مسلسل تاني المهم وراك وراك اروح انا بسيبك في الطياره وراك الاقيها طب انت كنت اكيد بتفرح بالحاجات دي مش قوي يعني كنت بجد الصراحه ما بيقول صراحه كده كده شالت البطروخ من بقها ما لحقتش تتهنى بيه كده كده لا اصل ما بحبش المفاجاه حبش المفاجأة الغير منتظرة طبعا بس دي خلاص كانت أيام الدلع بقى لا انت تعيش العمر كله دلوقتي دولي بص من هدية الصحة بقى أول هدية جابها لك أستاذ سمير إيه؟ إيه حلو قوي إنك سألت السؤال ماشي أنا وهو عيد ميلاده 15 يناير وأنا 17 يناير خلاص؟ حلو فأول سنة اتجوزنا هو قبل مني فقلت يا بت ايه خليكي شيك بقى وهاتي له هديه حلوه جبت له هديه حلو فقال لي مش ميرسي قوي إيه شكرا بس مش فاكرة. لا والله لا جبت لك يا لهوي انت نسيت طبعا لا ده انا من كترهم مش فاكره طب نفتكر مع بعض دلوقتي بعد يومين بقى انا قلت هيرد لي بقى هديتي هيجيب لي هديه بقى تاني يوم مش بعد يومين بعد يومين 17 فلقيته بيقول لي ايه شكلها وحش قوي ان انت لسه جايبه لي هديه امبارح وانا اجيب لك بكره هديه لا 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 عيب خلاص دي اول سنه فجيت تاني سنه بقى ما انا لقيمه برضه طيب لقم الفلاحين فيا بتاع الشرقيه ايوه ده جميل فجيت بقى ايه يوم 15 طنشت كل سنه وانت طيب يا سمير ومن غير هديه فهو جه يوم 17 بقى انا منتظره الهديه ما انا ما رضيتش بقى عشان هو مريض عشان ما تقوليش بقى دي صدق بقول له ايه يا سمير مش النهارده عيد ميلادي ما جبتليش هديه قال لي ما انت لو كنت قدمتي السبت الله الله ده ما فيش فايده خلاص من ساعتها بقى لا هو يجيب لي ولا انا اجيب له خلاص بس هي ايه والله نص فلوسها رايحه كل صحباتها ما شاء الله لا أنا كلاسات ليديات افكر في الهدايا كل واحده عيد ميلادها تكون مجهزه الاقي حاجه داخله ده مين ده عيد ميلاد ما اعرفش مين ده عيد ميلاد اسمها ايه وده يعني لا حبايبي هم يعني كمان بيجيبوا لي يعني هم يعني بصراحه هباله هم دي فلوسهم رايحه كده ودي فلوس رايحه ليه دي هدايا يوزعوا ايه فدلوقتي بقت ايه تيجي تورته كبيره في عيد ميلادي اصحابي يعملوا تورتايه افضل سايبها زي ما هي لحد يومين نغير الصوره وحط صورتها هي هي نفس هي هي التورتايه وفي الاخر ما بناكلهاش ابعتها بقى لاختي لحد شهوه الاكل التورته مش دلوقتي صح واحنا صغيرين وهي كمان هو يعني كل حاجه زمان كانت لها صح طعم كده صح طب ايه تاني كان في بدايه جوازكو مثلا حاسين ان هو ما بقاش موجود دلوقتي كل حاجه ليه
يعني ايه كل حاجه؟ مش عارف. لا يعني مثلا ايه كنت مثلا لما تروح حضرتك شغل فمثلا هي تحس ان انت وحشها او هي مثلا لو لا. تاخرت شويه إيه؟ لا 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 اصل احنا من ساعه ما اتجوزنا وهو بيشتغل وانا الحمد لله بشتغل. بصي يعني خدنا الفتره الذهبيه يعني فتره الخطوبه بتاع دي كانت فتره ذهبيه. جاء الجواز بقى عادي. لا بقى واحنا متجوزين عملنا مسرحيتين مع بعض اللي هي فارس وبني خيبان واخويا هيثم. كانت فظيعه هي كانت ما شاء الله. فكنا يعني عشره مسرح وبيت دي لها متعه جميله خاصه يعني. صح حقيقي. كنتوا تبقوا نازلين كده رايحين الشغل مع بعض كان احساس حلو قوي. ما انا ما كررتهاش اصل مش معقول هيبقى البيت والمسرح. خدت لي بالك؟ يبقى لازم بعد كده بقى رفض بقى يعني. لا بيبقى صعبه صعبه على الراجل. لا هو هو كمان ما بيبقاش بقى واخد راحته على المسرح يعني. الادوار لازم نطلع بقى زوج وزوجه لان كنا قدمنا بقى واتعرف ان احنا متجوزين ومخلفين وكده. يجي مثلا هو بيحب بقى يتغزل في البطله بتاعته فمش معقول هيقعد يتغزل في مراته. لا بلا الناس مش هتصدق. فكان ده دايما يعني وجهه نظره. قال لي لا خلاص دلوقتي لو مثلا موضوع مسلسل مسرحيه وطالعين احنا اتنين متجوزين اوكي. اقول لك حاجه، كنت في المسرحيه واتغزل فيها انسى ان دي مراتي. دي بنت اموره جت الحاره كده كنت لسه صغيره ابتدي غنانه وعسل. والله انت يا ابني ابتدي بقى انا اقول حاجات هي تضحك بقى يعني حاجات كده مش فاكر طبعا بقول ايه، انما ابتدي اتغزل يعني ايه عشان اطلع بره الدور خالص. طب انتوا على مدار حياتكم ما تحسش الناس ان دي مراتي. طيب على سؤالي بقى، طيب على مدار حياتكم بتحطوا فلوسكم على بعض كده؟ تحطوها إيه؟ لا لا ليه بقى؟ بس ما حدش. لا 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 اي حاجه تيجي يا انا ادفع يا هو يدفع واحد في الدفع. تمام. انما في المجيء لا طبعا فلوسي لوحدي. ومين معاه فلوس اكتر؟ دي مهمه قوي على فكره. لا بس حقيقي مفيش فرق يعني. يعني عمرنا احنا ما نعرفش بنصرف ايه يعني. مفيش ميزانيه للبيت. تمام. يعني احنا واحنا شغلتنا بالذات صح يعني يوم معانا ويوم ما معناش، يوم نمسك ايدنا شويه ويوم نزود الحمد لله ربنا يفتح. بس يعني انا بسيب شنطه قد كده فيها بقى. هي بقى اتعلمت، البنات اتعلموا كمان. يبقى ايه والشنطه هي في ايه؟ عارفين عارفين مكانها. خد يا دلال وانا عارف تكون هي قبضه وبتاع، انما عاده بقى ايش وريني بس الشنطه ده 200 جنيه لي خد. لا الحمد لله عمرنا ما اختلفنا في لا في الحاجات في المسائل لا. الماديه الحمد لله. يا رب ان انا بسمع بلاوي يعني ما بين الناس. لا 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 يعني بالورقه والقلم وانت صرفتي كام وانا اللي جبت كذا وانت هي كده والله والمصحف هي كده عمرنا يعني. يعني مثلا بتاع الكهرباء يخبط انا اللي فتحت يبقى انا اللي هجيب الفلوس وادفع. سمير كده عندنا والمصحف حرام عليك. طب انا عايز اسالك على حاجه يا ديدي، انت شايفه انه اصلا الست المفروض فعلا ان هي تشتغل وتساعد جوزها، ولا لو لقيته مستهبل وعامل ايه مش من هنا كده تبتدي بقى تلم الدنيا؟ لا نعمل ايه؟ لا لا طبعا يساعدوا بعض طبعا حتى لو هو مبطرخ. وهو لو في ايام مثلا لا قدر الله ميلت معاه شويه لازم تساعديه يعني. مجلس طبعا لازم هي اللي تسد. لازم تساعديه تطلعي. وهو نفس الشيء برضو اهو هو طيب نفس بس الشيء. بس الجزئيه اللي فاتت دي مهمه. طب امتى الست توقف ده؟ ها لو حست ان ايه حصل؟ لقيته جبله بقى اهو دي معتقد. الله اهو انت بتصدرجيك في الكلام اهو. لقيته بقى جبله بقى ولقيته ما حصلش والله يا استاذ سمير. ايده قصيره والله ايده كده والمصحف ايده ما بتطولش جيبه والله ايده دي الرجاله دي شنطه حمراء واملاها وسيبها من الشنط من عندها وبعدين الراجل البخيل بيبقى بخيل في كل حاجه بيبقى كرشه كبير. لا بخيل في كل حاجه، بخيل في عواطفه. انا مش كرشه والله بخيل في حبه وفي حنانه الحمد لله دي والله. لا في ناس اعوذ بالله يعني دي لا فينا ولا في البنات. لا الحمد لله الحمد لله. حتى اللي بيجي وده برضو اتعلمناه من اهالينا. يعني انا والدي الله يرحمه اوكي راجل مات كان صعيدي وجميل ومات لواء شرطه وكل مرتبه اللي كان بياخده من الحكومه. أمي الله يرحمها كانت معيشانا أكننا مليونيرات بالبساطة قوي. هو كان زمان في بركة طبعا يعني طبعًا. يعني وأنا في الجامعة بعد ما سبت كلية الشرطة وجاتني حالة نفسية بقى كده وبتاع ودخلت الزراعة في اسكندرية، أنا كان المصروف اللي بعتولي
من المرتب 10 جنيه يعني مرتبه فقط لا عنده ارض ولا حاجه، بس الام بقى الست هي المدبره. صح كانت صح. امي الله يرحمها ما شاء الله كانت يعني أسطورة. هو واضح ان حضرتك طبعا ما شاء الله الاصول الجدود حلوين والامهات حلوين وحضراتكم حلوين وخلفت لنا اولاد ربنا يحميهم يا رب يعني. فانا عايزه اطلب منك طلب بقى، تطلعينا فصل بالبتروخ بجمبريه يلا نطلع فاصل نطلع فاصل في الكاميرا بتاعت حضرتك نطلع فاصل وايه استنونا.